الحمد لله يعني جاتنا الفكره احنا تقريبا واحد 5 ولا 6 بيرسون. فكره يعني كنا المره الاولى كنا خرجنا كونكوا ان غادي نصابوا للسيد، كنا بغينا نديروا ليه عمليه ديال رجليه، مي من بعد فاش مشينا عنده للدار وجلسنا معاه وشفنا معاه ان كونكوا ان مراته حامله، درنا قلنا اللهم نديروا اسبوع منا نجمعوا منا تبرعات، وديك الساعه ان شاء الله نديروا منا يعني هذوك التبرعات نصابوا له عمليه. مي الحمد لله مع الوقت وداك الشيء لقينا كونكوا ان كلينيك هنا في المغرب بغى يديروا العمليه غراتوي، وعاوتاني شفنا واحد الصديق ديالنا في تركيا حتى هو كلينيك كبير تبارك الله في تركيا حتى هو بغى يدير له عمليه غراتوي، ويعني كبرات الفكره ولينا في الاخر غادي نديروا سبوع كبير 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 بزاف. الحمد لله بالنسبه للفنانه الحمد لله كاملين جايين غراتوي. بالنسبه للمبيعات الحمد لله يعني طبعنا لحد الان 900 تيكي، مشات منهم 630 تيكي بالضبط. لي تيكي دايرين 500 درهم لي طاب القداميين ودايرين 300 درهم لي طاب اللي وراهم. عندنا تقريبا عندنا قلت 900 تيكي نورمالمون هادو للبيع، وعندنا واحد 50 تيكي تقريبا ديال لي زانفيتي، فهمتيني؟ وحنا لي زانفيتي دابا وصلنا تقريبا 100 بيرسون ديال لي زانفيتي. بالنسبه للفنانه الحمد لله كاملين رحبوا بالفكره، وكانوا فنانين اخرين بغاو يتزادوا ولكن ما قدرناش نزيدوهم بارابور لسميتو يعني بلاطو ارتستيك تبارك الله عامر. الفنانين اللي حاضرين عندنا دنيا باطمه، عندنا قدر الجابوني، عندنا عبد الرحيم السويري، عندنا فنانه شاكيرا، عندنا حاتم ادار، عندنا نصيف، عندنا سعاد حسن. الرساله اللي تنعطي المغاربه كاملين تنشكرهم بزاف بعد اللي خدموا معنا لي تيكي، والناس اللي تضامنوا معنا، والناس اللي الحمد لله حنا قدرنا باش نوصلوا يعني الفكره ديال ياسين المغاربه، اللي الحمد لله تعاطفوا معاه وعاونوه. وكاين الناس اللي تبارك الله يعني اللي يصيفطوا لي فلوس وما غاديش يجيو، وكاينين اللي تبارك الله اللي باغيين يعني يشاركوا هذا الحفل. مشينا عند سي عمو ياسين، ومن بعد هضرنا معاه سولنا شنو بغا شنو محتاج، صافي بدينا الخدمه. وديك الساعه بداو الناس السيد مول القاعه النقافه الفنانه كلهم بغاو يقدموا يد المساعده، حتى من الفنانين اللي كان عندهم داك لادات عامر خواوه لنا باش يحضروا معنا ويكونوا معنا. هو انا ما نحتاجش نعطي للمغاربه حتى شي رساله، حيت المغاربه معروف عليهم الكرم والضيافه والتاخي والمساعده، وكيبغيو يعاونوا الناس الاخرين. يعني هذا الشيء كنا كبرنا فيه ومربي فينا كاملين، يعني ما نحتاجش نعطيهم حتى شي ميساج. والدليل على هذا هو ان كاع الناس كاينين اللي شراو لي تيكي خداوهم وما غايحضروش معنا، يعني تبرعوا بفلوس وما غايجيوش، هذا يكفي. جو القناه معروف عليه كيدير الخير، ويعني مراكش كامل كيعرف هذه القضيه، وحتى انا كنعرفو مزيان، يعني واحد الشخص اللي كيبغي يعاون الناس. علاش اختارينا سي عمو ياسين؟ حيت هو كان ديجا طلع في واحد المنبر اعلامي وباين اكشوان اكنوان ديجا عاونوا جواد، وراه شتو شنو تبارك الله شنو دار معاه، يعني حتى والله يسهل عليه هذاك السيد وهو المدام ديالو. وحنا داكشي ارزاق جا رزقو هذاك جا ليه، وكاين بزاف ديال من سهام وياسين بزاف في المغرب، يعني بحال هاد المبادرات تيفرحوا ومزيان الناس يديروهم، حتى الفنانه كيتسناو غير الفرصه باش يعاونوا الناس. انا ديجا كنت خدامه يعني كندير لا دونس اورينتال، ولكن الناس باش عرفوني بالشعبي مودرن. هو كاين تجديد في الرقص الشرقي، ولكن الشعبي ما عندي ما نبدل فيه، ولكن كاين مفاجات ان شاء الله في العرض ديالي ديال العقيقه ان شاء الله، تسناو مفاجات كثيره. بحال اي فنان جينا نشاركوا في هذا الحفل ديال الشاب هذا، فهمتي؟ وحنا الحمد لله فرحانين، ولا يخفى عليك ماشي هو بوحدو، هذا الشيء نعاودوه مع واحدين اخرين اللي موجود تبارك الله على خير، فهمتي؟ صراحه هذه وكنتمنى الفنانه كلهم يشاركوا بمشاركه مكثفه يعني لصالح هذه المسائل الاجتماعيه، وفيهم مساكن لي زونديكابي، فيهم لي زافوغل، فيهم لي مرض بحوايج اخرين. حنا بعدا اون توليكا حنا موجودين في اي مناسبه بحال هذا النوع هذا، موجودين ماديا ومعنويا. فرايي هي هذه ديال الحلاوه، هي هذه ديال اليوم، لانه صراحه الانسان كيعاون بهذوك الناس لي زونديكابي وكيشوفهم كيفاش دايرين، ولا عاونتي راه يعني حق اجر من عند الله سبحانه وتعالى، لانه حيتيه فهمتي، شعلتي عاوتاني من جديد وحيتي وخرج. واخا اونديكابي ديك الاونديكاب كتمشي بحالها، علاش نفرحوا به عباد الله والناس فرحوا به وكلشي جا وكلشي ادى ديك البركه ديالو، فهمتي؟ والله يكثر من هذه المسائل هذه.
وما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.